خلونا بقى نبدأ أخبارنا معاكم النهاردة من حديث سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي امبارح في القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص، واللي أشاد فيه بالتطوير النوعي اللي تمثل في التوقيع على اتفاق ثلاثي مهم في مجال الربط الكهربائي، استكمالا لما تم من أيام قليلة من إبرام اتفاقيتين ربط الشبكة الكهربائية في مصر مع كلا من اليونان وقبرص على المستوى الثنائي. وطبعا ده يعني كل ده في إطار آلية التعاون الثلاثي اللي بين الثلاث دول اللي انطلقت عام 2014. طبعا يعني موضوع الربط الكهربائي ده احنا كنا يمكن اتكلمنا كمان عليه هنا في صباح الورد، والرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته امبارح كان يمكن قال جمله مهمه جدا، انه الشراكه بتاعه القمه السنه دي هي خطوه لشراكه مع الدول الاوروبيه كافه وربط كهربائي مستقبلي مع القارة الأوروبية. ويمكن أنا لفت نظري يمكن في كلمة الرئيس امبارح يمكن موضوع الحديث وتعظيم دور الطاقة والشراكة مع الدول في مسألة أو ملفات الطاقة وأهمية ربط ملفات الطاقة بالملفات الأمنية. ويمكن إحنا كمان الأسئلة اللي عايزين نعرفها، وإحنا كمان المواطنين يستفيدوا إيه من الربط الكهربائي مع الدول زي اليونان وزي قبرص ومع أيضا بقية الدول الأوروبية. عشان كده إحنا معنا على الهاتف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء. صباح الورد يا دكتور أيمن، وكل سنة وحضرتك طيب. صباح الفل على حضراتكم، وكل سنة وحضراتكم بخير وسعادة، والجميع يا رب إن شاء الله كده من تقدم لتقدم، ونشوف مصر دائما وأبدا في المكانة تليق بيها بإذن الله. دكتور أيمن، يعني الناس عايزة تعرف يعني إيه ربط كهربائي، ويعني المواطن يستفيد إزاي من أو يعود هذا الربط الكهربائي مع دولة اليونان ودولة قبرص، هيعود بإفادة على المواطن إزاي؟ هو طبعا الربط الكهربائي هو بيبقى اتصال ما بين شبكتي الدول او شبكات الكهربائيه الخاصه بالدول، وطبعا الاتصال ده بيبقى يا اما عن طريق كابل بحري او عن طريق خطوط هوائيه، يعني في وسائل كتير، وفي النهايه ان لابد تكون الشبكتين تكون بالقوه اللي تقدر يعني يعتمدوا على بعض فيها، وفي نفس الوقت بيعود بالنفع طبعا على كل الاطراف، من ناحيه ان بيجيب مردود اقتصادي، ويعني بيبقى ليه على الاقتصاد القومي نفسه بيبقى فيه مردود كويس جدا، عمله صعبه لانك بتصدر كهرباء، والتصدير طبعا يعني بيرفع من الاقتصاد المصري، بالاضافه الى الجزء المهم كمان ان تبقى بتساعد في اقتصاديات الكهرباء، بمعنى التكلفه الخاصه بالكيلوات الموجود، لان الربط الكهربي دوت يعني انت بتودي لهم كهرباء وبتاخد منهم لو انت محتاج، طبقا للتكلفه الافضل، لو التكلفه الافضل عن طريق خطوط الربط ديت فانت بتستعين بيها، لو عن طريق الانتاج فبتستعين بيها، وبالتالي بتؤدي الى افضليه في يعني ان التكلفه الافضل او الاقتصاديات الخاصه بالطاقه الكهربائيه. واحنا الحمد لله يعني احنا عندنا يعني الاحتياط المحترم اللي لبي، عندنا تقويه الشبكات عندنا قويه الحمد لله. بالإضافة لنقطة مهمة أخرى، الطاقة بصفة عامة طبعا زي ما حضرتك أشرت هو محور مهم جدا، العالم كله مش أوروبا بس العالم كله بيهتم بيه، وأوروبا بصفة خاصة حتى في الفترة الأخيرة، وأوروبا مهتمية جدا بالحصول على الطاقة من المصادر المتجددة. المصادر المتجددة نقصد بيها الشمس والرياح والكهرومائي، احنا الاستثمار كتير جدا في هذا المجال، الاستثمار في هذا المجال بيعني فرص عمل، بيعني برضو ايضا مردود اقتصادي مهم جدا، فبالتالي الربط دوت بيساعد في جوانب كتير جدا، بالاضافه الى استقرار التغذيه الكهربائيه او استقرار الشبكه الكهربائيه بالنسبه للدول المرتبطه ببعضها. طب يا دكتور، بمناسبه ان سياده الرئيس امبارح قال ان دي بادره عشان يتم الربط مع باقي الدول الاوروبيه زي ما حضرتك قلت، ده هيتم ازاي واهميته بالنسبه لنا تفصيلا ايه؟ هو طبعا اولا هو
اسمحي لي اوضح ان رؤيه سياده الرئيس من الاول ان مصر تكون مركز محوري لتبادل الطاقه، مش بس مع اوروبا، لا مع يعني احنا يعني قريب كنا بنوقع مع السعوديه عندنا ربط مع بعض الدول سواء الاردن او ليبيا او السودان، اللي في اتفاقيات او مذكرات تفاهم مع بعض الهيئات الخاصه بالربط، الربط الخليجي، منظمه الربط العالمي، فالجزء بتاع خاص الربط الفني. طبعا احنا لما بنربط مع قبرص او بنربط مع اليونان او بنربط مع الثلاث دول، اليونان متصله بالشبكه الاوروبيه، وبالتالي بتصبح اول ما بتربطي معاها طبعا تبقى الاتفاقيات اللي بتبقى مبرمه، يبقى احنا وصلنا للشبكه الاوروبيه، وبالتالي الشبكه الاوروبيه او هم محتاجين في فتره الشتاء بالذات بتبقى محتاجين طاقه كهربيه، لان زي ما الجميع بيتابع المشاكل الطاقه اللي موجوده واحتياجهم للطاقه باستمرار، فتوفر الطاقه ديت بيعتبر يعني مهم جدا بالنسبه لهم وبالنسبه لنا ايضا، فبالتالي بيعود بالنفع على كل الاطراف. بالاضافه لجزء مهم وهو ان الخط الربط ده مش بس ما بين اوروبا او اليونان ومصر، لا ده ما بين اوروبا وافريقيا، لان الدول الافريقيه اللي حابه تصدر كهرباء لاوروبا هيبقى من خلال شبكات الكهرباء المتصله ببعضها. الجزء المتصل باوروبا هو هيبقى احنا ان شاء الله، فبالتالي ده هتبقى الممر الاساسي لتصدير الطاقه الكهربائيه من الدول الافريقيه الى اوروبا باذن الله. يعني دكتور ايمن، حضرتك اثرت نقطه مهمه جدا انه مصر تكون مركز محوري للطاقه والربط كمان ما بين اوروبا وافريقيا، مش بس في مجال الطاقه، انا عارف طبعا ان حضرتك يعني متخصص في مساله الكهرباء ووزاره الكهرباء، لكن في يعني ملفات كثيره، طبعا الكهرباء واحده من هذه الملفات لها علاقه بالطاقه وربط اوروبا وافريقيا، واهميه يعني الاستثمار في هذه الملفات في مساله الاستثمار كمان في الطاقه النظيفه والربط ما بين الدول الاوروبيه والدول الافريقيه والاستثمار في افريقيا في مساله الطاقه النظيفه. ازاي مصر هتلعب هذا الدور المحوري في المستقبل يا فندم؟ ديت يعني نقطه يعني اساسيه، لان افريقيا ومصر عندهم امكانيات كبيره جدا وضخمه من انتاج الطاقه من مصادر متجدده، سواء شمس او رياح او كهرومائي، واحتياجاتهم يعني في اماكن في افريقيا فيها مشاكل في الوصول للكهرباء. احنا اول حاجه عندنا الخبرات والشركات اللي بتعمل في مجال الطاقه المتجدده والطاقه بصفه عامه عندها خبرات كبيره جدا، يعني بعد ما اكتسبنا خبرات باحتكاكنا وبالطفره الكبيره اللي تمت في الفتره السابقه، بقى الجميع بينظر لنا سواء افريقيا او اقليميا او عربيا او عالميا حتى باهتمام كبير جدا، والشركات المصريه بقت ليها باع كبير جدا في التعاون ونقل الخبرات دي للدول الافريقيه والدول العربيه ايضا. دي نقطه. النقطه الثانيه وهو العلاقات المتبادله او الطيبه اللي بتسعى عليها مصر ما بينها وبين سواء دول افريقيه، دول عربيه، دول اوروبيه، كل المنظومه ديت زي ما حضرتك اشرت في محاور كتير جدا بتساعد في تقويه هذه العلاقات، وايضا العلاقات بتساعد برضه في الاستفاده من المصادر او المحاور اللي هي بتعتمد عليها الدول. كمان في نفس الوقت زي ما حضرتك اشرت الاستثمار في العامل البشري او الكوادر البشريه. الكوادر البشريه عندنا المصريه بقت عندها خبرات كبيره جدا بتنقل، يمكن حضراتكم كنتم متابعين زي المجهودات اللي بتقوم بها مصر في بعض السدود في الدول الافريقيه. صحيح. لانشائها ونقل الخبرات المصريه هناك وتوليد الطاقه الكهربائيه من الخلايا الشمسيه في بعض الدول، كل الحاجات دي كلها كمان بتبقى مهمه جدا جدا في الربط ما بيننا وبين الدول، بتزود فرص عمل، بتساعد في تقويه علاقات مش بس في الكهرباء، في الكهرباء وفي الطاقه وكمان في مصادر وفي محاور كتير جدا جدا.
طبعا نشكرك طبعا الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، وكل سنة وحضرتك طيب مرة تانية، ونشكرك على هذه المداخلة.